اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات ازاي هننجحك في الاستثمار العقاري. عنصر تاني من عناصر دراسه الجدوى اللي احنا قلنا عليهم قبل كده هو اختيار المنطقه. لو احنا خلاص اخترنا المدينه فبنجيب خريطه كامله عن المدينه عشان نختار ايه بقى، نختار المنطقه ازاي. احنا بنختار سلوك الناس رايح فين، الناس اللي بتشتري كل حاجه بتشتري ازاي، فبندور على ايه، بندور على اقل عرض بيتوافر فيه اكبر طلب ممكن. دي نظريه اسمها نظريه العرض والطلب. كل ما المكان كان قليل قوي، حاجات قليله بس هو مكان حيوي جدا فيه قوه شرائيه كبيره، ده اسمه الطلب. والقوه الشرائيه بتقاس مش بعدد الناس، تقاس بقيمه المشتريات. ممكن مليون شخص يشتروا بمليون جنيه، وممكن شخص واحد يشتري بعشرة مليون جنيه. فاحنا بندور على المنطقة اللي بتحقق اقل عرض مع اكبر قوة شرائية ممكنة، وهنا بيجي عنصر الندرة، وهنا بيبقى قيمة عقارك بيزيد مع الوقت سواء اعادة بيع او تأجير. وطبعا احنا بنصنف دي المنطقة مثلا رقم واحد، دي المنطقة رقم اتنين، دي المنطقة رقم تلاتة. كل حاجة ليها سعرها وليها وقتها وليها أهميتها. على سبيل المثال عشان أبقى عملي معاكم، منطقة زي التجمع ابتدت تتبني في 92-95، لحد 2005 ما حدش يسمع عنها حاجة، وكان الناس بتخاف منها ان هي منطقة مقطوعة، لحد ما جت شوية بنوك في منطقة الداون تاون شارع 90 الجنوبي، فبقى أغلى متر موجود في مصر رغم ان هو متوفر فيها عنصر واحد بس اللي هو عنصر البنوك، لان في امور اخرى بتقاس. ومع ذلك اصبحت المنطقه الاهم على مستوى جمهوريه مصر العربيه. حتى شارع السبعيني في التجمع حبه فروع بنوك بقت شركات بقت مطاعم، فبقى المكان ده حيوي واللي بيأجر فيه بيأجر بسعر عالي جدا. كذلك في اختيار المنطقه لما بنيجي نختارها بناخد كل الاعتبارات دي وبنقعد نجمع الداتا نحللها نقدر نتخذ القرار. الحلقة الجاية ان شاء الله هيبقى فيها عنصر اخر من عناصر دراسة الجدوى، ازاي بنجمعه وبنحلله بحيث ان احنا نقدر سهل عليك اتخاذ القرار الاستثمار العقاري في اسرع وقت ممكن، عشان الاستثمار العقاري الصح بيبقى متنامي ومتزايد بطريقة سريعة، خصوصا قبل التشغيل الكامل للمكان الحيوي. والحتة دي هقولها لكم في فيديوهات جاية ان شاء الله.